لما اتخرجت حسيت كده انا ايه، هو دايما عمالة التعليم في مصر كله، لانه من ساعة ما بتفتح عينيك وهو شدك شدك شدك، فانت بشكل ما معتمد عليه. فلما اتخرجت وما دخلتش الجيش، طلعلي تأجيل، ما بقيتش عارف انا ايه المفروض الدنيا بتقدم لي ايه يعني. ف دخلت في حالة نفسية كده مش عارف انا بعمل ايه، او المفروض يعني ايه خريج فنون جميلة. اغلب زمايلي اللي كانوا موهوبين وبنبحث مع بعض في التصوير والمجلات التصوير بره ونشوف ايه الجديد وبتاع، كلهم راحوا في سكة الدعاية والإعلان. وكان في الفترة دي في سنة 2000 2001 كان في كام شركة دعاية إعلان مالتي ناشونال بتفتح في مصر، فكانوا بيدوروا على المواهب شابة، وابتدى يحصل بقى ايه نوع جديد من الدعاية والإعلان في الفترة دي، وإفكتس ونوع تصوير وكده. أنا شوية ما حبيتش أن أدي موهبتي للإعلانات، وهم قالوا لي اعمل فن بس الأول أمن نفسك، يعني اشتغل في الدعاية والإعلان. أنا شفتها كده بحكمتي كده، إني لو ابتديت، لو حطيت رجلي في السكة دي مش هطلع منها، وانسى موهبتي هتروح هتستهلك. فقلت لا، أنا هعطش الحتة دي، مش لازم أدور على الكوميرشال دلوقتي، مش لازم أدور على الشعور بالأمان إن يبقى في سيستم دايما مريح عليه، لا هخرج إلى الفضاء كده اهوت في الهواء وأحاول أكتشف. فقلت نفسي أنا إيه التجربة، إيه اللي أنا عايز أعبر عنه. ففي الفترة دي كنت أنا في عز بحثي في التصوف والمشاعر الصوفية وفكرة النفس وتطورها، وبرضو الجمال بتاع التصوف وفنه والسماع. فابتديت أدور في شغلي، فقلت أنا إيه أحلى شغل، أو يعني أكتر شغل بيعبر عن الحالة دي. فلقيتني رايح في سكة التصوير الأبيض والأسود ل مجموعة صور كنت عاملها للدراويش المولوية، بالذات الجيل ده كله متساب للعولمة، للإنترنت، انت عايز يعني هو عايز يتعلم حاجة يطور حاجة، مش محتاج حد ياخد بإيده. بس جوجل لما بياخد بإيدك بياخدك في السكة بتاعته، أو اليوتيوب او كده، هو برضو وفيها نوع من الكسل والاعتمادية، فممكن تتاخد في سكك تستهلكك وما تطلعش حاجة، او ما تعرفش ان انت عندك شخصية وعندك لغة عايز تعبر بيها. يعني ممكن يساعدك انك تبقى زي ناس تانية، يعلمك حلول معينة او تقنيات معينة تخليك، بس في الاخر انت هتبقى زي كأنك رايح لحلاق بيحلق لكل الناس نفس الحلقة. انت شكلك مختلف، طولت السوالف، عليت معرفش ايه، بس في الاخر انت خارج من نفس الصالون. ف يعني ده اللي بخشاه على الاجيال المراهقه في الحته دي، ان ما حدش وراهم ازاي يلاقوا شخصيتهم ويلاقوا تفردهم جوه المنظومه الكبيره دي، منظومه ممكن بتاكل. زائد انت ممكن تبقى موهوب بس في الاخر تتحط تحت شركة توظفك من اجل هدفها الاستهلاكي، او تحت شركة انتاج برضو قدام هدفها الاستهلاك. فالاستهلاك والهدف انك تحقق فيوز اكتر، او فكرة تقييمك لشخصك حتى لو انت مختلف. يمكن انا لو كنت صغير وكان في انترنت مثلا وعملت تعبيري ده وما جابش فيوز مثلا، كنت احبطت ومكملتش، وكان الكارير بتاعي كله كان وقف مثلا. لكن انا كان ثقتي بنفسي وان انا عارف ان في حاجه بكمل فيها هو اللي جاب لي نجاح على ارض الواقع، مش على السوشيال ميديا، على ارض الواقع، ومستند عليه ومريحني مش في واقع افتراضي. ف ده كان مثلا في اسلوب. يمكن الجيل دلوقتي ممكن يبقى تحت زرار يشوف اعمال فنيه للعالم كله، لكن يعدي عليهم في ثواني وما ياخدش ولا لحظه تامل، فما يجيش انسبايرد، ما يجيلوش اي الهام من العمل، او ما يقدرش يفهم القيمه بتاعته او تفاصيله او كده. ف ان الموضوع مش تكنيك بس، ان انت مش تتعلم ازاي تخلط الوان وتدهن، ولا ازاي تعجن طينه وتنحت، ولا يعني ولا ازاي فيلم مكون من قد ايه وتنزل تعمله. لا،
في التقنيك التقنية وفي الفكر، لازم في وعي وفي تكوين للفكر دوت، وده اللي يقدر يقود وده اللي يقدر يلهم مجتمع وراه أو أجيال كمان. وأي حد أثر في أي جيل أو غير في أي حتة هو كان ليه فكره المميز، لكن فكره المميز دوت لازم يتقدر من حد بيفهم ان ده فكره مميز. لكن لو جبت حد سطحي يقيم واحد مميز مش هيشوفه، بل بالعكس هيحاربه لانه بيقدم شيء غير نمطي، والانسان النمطي بيفضل النمطيه حواليه، فعمره ما هيدي مساحه للمبدع او المجدد او الملهم انه يظهر على المجتمع. وده لما هيظهر هيظهر بعديه ناس تانية، لكن لما بتديش الخطوة الأولانية دي ما تستناش المجتمع. فابتديت أنا مش ثقافتي، مش عارف ليه، بس في عندي شغف، في عندي شغف للفنون للمعرفة، وجنب دوت برضو عندي نشأتي الدينية اللي بتدور على أسلوبها. فعندي استقلالية أعتبر، يعني اعتبرتها، لا مشيت ورا سكك فنية غربية كده هوت، ولا مشيت ورا الشكل الكلاسيكي الديني. فلما الواحد بيبقى قادر انه يبقى عنده تمرد او مساحة للشك والتساؤل في كل شيء في حياته، النتيجة بتاعتها انك بتبتدي تكون لك انت شخصية، بتبتدي عارف انت مش عايز ايه فانت بتبقى ايه. هنا لقيت السكة. ولما حتى يعني ابتديت اعمل يعني اول معرض اللي هو كان فيه تعبير حر عني ومحدش قال لي اعمل ايه، لقيتني رايح في سكه روحيه اسلاميه صوفيه راضي عنها ومرتاح ليها وبتتقدر من كل الناس، سواء مسلمين او غير مسلمين او ناس ما بتفهمش عربي او اكشلي حتى هي جذبت ناس كتير ان هم يقروا عن التصوف. يعني في كتير كانت ناس بتقولي هو ايه التصوف ده، هو انت ليه عامل الدرويش الخط، يعني بيحسوا بجماليات وتذوق، بيدوقوا حاجه هما بيكملوا بعد كده بقى طريقهم الروحي. فأدركت قد إيه إن ده مهم جدا، يعني إن ده إن أنا عبرت عن شيء صادق جوايا بقلبي، ما ضحكتش عن نفسي، ما مشيتش ورا مدارس فن معاصر، وقدمت الفن المعاصر بتاعي بلغتي بشخصيتي، وبرضو ما اتزنقتش فيها. يعني ابتديت بالتصوف وكنت حر إني حتى لما أطور أفكاري لما أبعد من التصوف أو ما أشمل رحت معاها، وبانت كل ده في المشاريع الفنية بعد كده. في الآخر لما بتبقى مستقل وبتطلع حاجة حقيقية بتعيش أبعد منك، كأنها كلمة رنانة في الفضاء تفضل عايشة. لو هتطلع كده على طول هيبقى زي يعني حاجات كده بتترمي في الارض وبتروح، لكن مستاهل انك تتعب وتشتغل على نفسك وتبلور نفسك عشان تعكس النور اللي ينور حواليك وللناس.